السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بكم في محاضرة جديدة من محاضرات البث المباشر. ومعذرة على التأخير، كان في معانا مع الأسف في عطل في النظام والحمد لله تغلبنا عليه. برحب بكم مرة تاني، وطبعا النهاردة عايزين يعني نحاول ندي صورة بصفة عامة على ما تم دراسه حتى الآن، حتى تكتمل الرؤية لدى البعض فيما يتعلق بالقسم الأول من القانون التجاري، وهو قسم الأعمال التجارية والتاجر. إحنا قلنا إنه القانون التجاري هو مجموعة قواعد قانونية تنظم العلاقات بين التجار. وطبعا في المحاضرات المسجلة شرحنا الأمور بالتفصيل، لكن عايز أنوه لحاجة في محاضرة البث المباشر، إن إحنا عايزين نفهم الموضوع ككل ببساطة، علشان بعد كده وإحنا بنذاكر في التفصيلات هنلاقي الأمور بسيطة. ففيما يتعلق بالقسم الأول، إحنا عندنا المقرر ثلاثة أقسام: إيه الأعمال التجارية والتاجر قسم أول، والأوراق التجارية قسم ثاني، وعمليات البنوك قسم ثالث. في القسم الأول الخاص بالأعمال التجارية والتاجر، إحنا في البداية لما عرفنا القانون التجاري قلنا هو مجموعة قواعد قانونية تنظم العلاقات بين التجار في معاملاتهم التجارية. فننتبه أن القانون التجاري ده لا يطبق إلا على التجار في ممارستهم التجارية، يعني في علاقاتهم التجارية فيما بينهم بعضهم البعض. وطبعا حاولنا أن احنا يعني على أي أساس جاء هذا التعريف، أو من هذا التعريف قسمنا حتى القسم الأول إلى بابين. فقسمنا في الباب الأول قلنا هنتكلم عن الأعمال التجارية، وفي الباب الثاني هنتكلم عن التاجر. فيما يتعلق بالأعمال التجارية كان ضروري دراسة نقطتين فيها: ما هي أنواع الأعمال التجارية؟ والنقطة الأخرى ما هو النظام القانوني للأعمال التجارية؟ فيما يتعلق بالتاجر شفنا من خلال المحاضرات المسجلة ما هي الشروط التي توفرها لاكتساب الشخص صفة التاجر، وفي المحاضرات القادمة حتشوفوا ما هي الالتزامات التي يلتزم بها التجار. عايز بس ننتبه لشيء، طوال ما احنا بندرس الشق الخاص بالأعمال التجارية احنا بنبحث عن مدى كون هذا العمل عمل مدني ولا هو عمل تجاري. فإذا كان هذا العمل عمل مدني يخضع للقواعد المدنية ولأحكام القواعد المدنية، أما إذا كان هذا العمل عمل تجاري فهو يخضع للقواعد التجارية ويخضع للنظام القانوني للمعاملات التجارية زي ما شفناها في المحاضرة المسجلة فيما يتعلق بالتضامن، فيما يتعلق بالإفلاس، فيما يتعلق بالنفاذ المعجل، المهلة القضائية وغيرها. فحنشوف يعني طوال ما احنا بنتكلم عن انواع الاعمال التجارية مش عايزين نتكلم عن هذا الشخص يكتسب صفة التاجر ولا لا، احنا بنتكلم فقط عندما نتكلم عن انواع الاعمال التجارية عن كون العمل نفسه هل هو عمل مدني ولا عمل تجاري. في الباب الثاني لما بنتكلم عن التاجر هنا بنبحث عن كون الشخص هل يكتسب صفة التاجر ولا لا. وأول شرط من شروط اكتساب صفة التاجر لابد أن يحترف القيام بالأعمال التجارية. وشفنا إزاي إنه ممكن الشخص يمارس عمل تجاري ولا يكتسب صفة التاجر إذا كان هذا الشخص لا يحترف القيام بالأعمال التجارية. فعايزين نفصل تماما بين كون انا عايز احدد العمل مدني ولا تجاري، وكوني عايز احدد هذا الشخص تاجر او غير تاجر.
ففي الفصل في الباب الاول بنتكلم عن انواع الاعمال التجاريه، في الفصل في الباب الثاني بنتكلم عن التاجر، شروط اكتساب وصفه التاجر والتزامات التجار. طبعا في البدايه الكلام ده يمكن ذكرناه قبل كده، انه احنا بنهدف دايما للتمييز بين العمل المدني والعمل التجاري، لان العمل التجاري بيحتاج لسرعه في ادائه ولا يتطلب اجراءات شكليه معقده كما هو الحال في القواعد المدنيه. دائما الاعمال التجاريه تتطلب سرعه، فضلا عن كده انه في حريه في الاثبات فيما يتعلق بالمعاملات التجاريه. احاول اعدي هنا، في كمان في المعاملات التجاريه تقوم على الثقه والائتمان، وشرحناه في المحاضرات الكلام ده. في عندي التضامن في المعاملات التجارية المفترض بين المدينين بدين تجاري. في عندي نظام الإفلاس يطبق في المعاملات التجارية. في المعاملات التجارية لا يجوز إعطاء التاجر فترة أو أجل معين لسداد ديونه. الأحكام التي تصدر في المواد التجارية تنفذ نفاذ معجل حتى لو كانت قابلة للطعن فيها. المهم مجموعة مبررات، أو يعني كان على أساس إن إحنا عايزين نميز بين كون العمل ده عمل مدني ولا عمل تجاري. يعني ده تعتبر مقدمة، لكن عايزين نشوف على طول كده مع بعض بسرعة. عندنا زي ما قلنا نص المادة 2 من نظام المحكمة التجارية عددت لنا، وإحنا بنتكلم عن أنواع الأعمال التجارية، عددت لنا الأعمال التجارية على سبيل المثال، ولكن لم تضع تعريف للعمل التجاري. مما حدا بالفقه إلا وجود 3 نظريات، والبعض يعني أو قال إنه 4 نظريات، لكن إحنا مش عايزين نتوسع كثيرا. في نظرية المضاربة، وفي نظرية التداول، وفي نظرية المقاولة. نظرية المضاربة قالت إنه العمل يعتبر عمل تجاري إذا كان الهدف منه تحقيق الربح. نظرية التداول قالت إن العمل التجاري لو كان يهدف إلى تداول الثروات. نظرية المقاولة قالت العمل يعتبر تجاري والله إذا تم ممارسته من خلال مشروع تجاري بصورة مستمرة ومتكررة. لكن الـ3 نظريات لم يكفوا لتعريف العمل التجاري، واتفقنا إنه أو كان الرأي الصواب إن يؤخذ بالـ3 نظريات، والعمل التجاري هو العمل الذي يتعلق بتداول الثروات ويهدف إلى تحقيق الربح على أن يتم على وجه المقاولة. فإحنا خدنا بالـ3 نظريات. إذا لما نتكلم عن نعرف العمل التجاري، هو إيه العمل التجاري؟ هو العمل الذي يتعلق بتداول الثروات يهدف إلى تحقيق الربح على أن يتم على وجه المقاولة. طيب هنشوف كمان أنواع الأعمال التجارية والنظام القانوني للأعمال التجارية. نخلي بالنا إن إحنا قسمنا الأعمال التجارية لـ3 أنواع أو نوعين رئيسيين، وفي أعمال مختلطة بعد كده. في أعمال تجارية بطبيعتها، معذرة يعني في الفصل الأول بالذات في تفريعات كثيرة جدا، لكن بعد كده بنلاقي خلاص. يعني دائما في أي بداية مقرر بنحب نفصل أكثر، عشان يعني بالذات الناس اللي هم ما درسوش قبل كده قانون، فصعب جدا أن أقتحمهم مباشرة وأشرح لهم القانون التجاري بعمق. لازم أمهد لهم وأفرع لهم تفريعات كثيرة حتى يصل يعني الطالب إلى أن يستطيع أن هو يفهم مقرر القانون التجاري. عندي أنواع الأعمال التجارية، أعمال تجارية بطبيعتها والأعمال التجارية بالتبعية، وفي عندي بعد كده أعمال مختلطة. طبعا يعني الأعمال التجارية بطبيعتها خدت مننا وقت كبير ومحاضرات كثيرة، فهي الأعمال التي تتعلق بالوساطة في تداول الثروات وتهدف إلى المضاربة وتحقيق الربح. يمكن الأعمال التجارية بطبيعتها هي تعريف العمل التجاري. العمل التجاري تعريفه هو تعريف الأعمال التجارية بطبيعتها. ونخلي بالنا أن الأعمال التجارية بطبيعتها دي ممكن يقوم بها شخص تاجر وممكن يقوم بها شخص غير تاجر، وحنشوف إمتى ممكن يقوم بها شخص غير تاجر. وقسمنا الأعمال التجارية بطبيعتها إلى نوعين، قلنا أنه في أعمال تجارية منفردة وفي مشروعات تجارية. الفرق بين الاثنين انه في الاعمال التجارية المنفردة يكفي للشخص ان يقوم بها مرة واحدة، سواء كان هذا الشخص تاجر او كان غير تاجر. فنظر لاهميتها اعتبرناها عمل تجاري، ولو حدث اي نزاع بشأنها تنظره المحاكم التجارية ويخضع لقواعد القانون التجاري.
لكن في أعمال أخرى إذا قام بها الشخص مرة واحدة لا تعتبر عمل تجاري، ولكن لابد أن يزاولها الشخص من خلال مشروع تجاري، من خلال مشروع تجاري. إذن الأعمال التجارية بطبيعتها نوعين، إما إن الواحد العمل يقع من الشخص مرة واحدة بس، وهذه نسميها الأعمال التجارية المنفردة بغض النظر عن منه اللي هو قام بها، ممكن يكون تاجر يعني في السوق بيمارس عمل تجاري، ممكن يكون شخص غير تاجر، أستاذ جامعة، ضابط شرطة زي ما قلنا، أو ضابط جيش، أو أي شخص يمارس هذا العمل وهو حتى لو مش تاجر خالص، ولو مارسه مرة واحدة عمل هذا عملا تجاريا منفردا يخضع لقواعد القانون التجاري ويلتزم بكل ما يتعلق بالأعمال التجارية. المشروع التجاري لا، لازم يمارسه من خلال مشروع منظم على وجه الاستمرار والتكرار، وده اللي احنا اتكلمنا فيه فيما يتعلق بالاحتراف. علشان كده قيام الشخص بالعمل مرة واحدة لا يكسبه صفة التاجر، لكن المشروع التجاري يكسب صاحبه صفة التاجر زي ما شفنا في الشرط الأول في احتراف القيام بالأعمال التجارية. فالأعمال التجارية المنفردة هي الأعمال التي يعتبرها المقنن السعودي، بننتبه هنا، إنها تجارية بصرف النظر عن صفة الشخص القائم بها. أنا لا أبحث في هذه الأعمال هل الذي قام بها تاجر أو غير تاجر، هي تعتبر أعمال تجارية سواء كان القائم بها تاجرا أو غير تاجر. واحد يقول لي يا دكتور يعني إيه قام بها تاجر؟ ما هو هو تاجر، ما طبيعي يقوم بالأعمال تعتبر أعمال تجارية. لا، يعني في لو أنا عندي تاجر يتاجر في صنف من البضاعة أو له تجارة معينة، وقام بتجارة أخرى مرة واحدة بعيدة كل البعد عن مجال تجارته، عمله في هذه الحالة عمل تجاري ولو قام به مرة واحدة فيما يتعلق بالتجارة الجديدة الأخرى. والشخص غير التاجر نفس القصة، ممكن يكون شخص ليس تاجر خالص وبيمارس مثل هذا العمل. فإذا كان الممارس هذا العمل تاجر أو غير تاجر ومارسه مرة واحدة، هذا العمل عمل تجاري، وهي تعتبر تجارية ولو قام بها الشخص مرة واحدة وليس على سبيل التكرار أو الاحتراف، يعني لم يمارسها من خلال مشروع تجاري. الأعمال اللي هي التجارية المنفردة اللي يكفي أن يقوم بها الشخص مرة واحدة وبغض النظر عن كونه هو تاجر أو غير تاجر أو لم يمارسها على وجه الاحتراف، 3 أعمال اتكلمنا فيهم. الشراء لأجل البيع أو التأجير، أو الاستئجار بقصد التأجير، وعندي تأسيس الشركات التجارية، وعندي أعمال الملاحة البحرية والجوية. إذن 3 أعمال نخلي بالنا أعمال تجارية منفردة، لأنه في الغالب يمكن أول فصل ده بيكون مهم شوية في الأسئلة في الاختبارات. لازم نميز كويس بين العمل التجاري الأصلي والعمل التجاري التبعي، وبعد كده الأعمال التجارية المنفردة والمشروعات التجارية داخل الأعمال التجارية الأصلية. فعندي شراء لأجل البيع أو التأجير، نخلي بالنا هنا يمكن أنا ركزت في الكتاب على الشراء لأجل البيع أو التأجير، لأنه الاستئجار بقصد التأجير يقاس عليه. فلكي يعتبر الشراء لأجل البيع أو التأجير عمل تجاري، يجب أن تتوافر فيه، أن تتعلق العملية بشراء، يكون هناك شراء، وأن يكون محل شراء مال منقول، أي يرد الشراء على منقولات، وأن يتم الشراء بقصد البيع أو التأجير. يعني نخلي بالنا في 3 شروط دول لازم يتوافروا مجتمعين. فلو أنا عندي عملية شراء وردت على عقار مرة واحدة لا يعتبر هذا عملا تجاريا منفردا. مثلا لا انتفى شرط الشراء، هنا ما فيش شراء، واحد تلقى المنقولات عن طريق الإرث أو الهبة أو الوصية لا يعتبر عمله عملا تجاريا منفردا. واحد اشترى منقولات لاحتياجاته الشخصية أو بقصد التبرع بها لا يعتبر عمله عملا تجاريا. امتى يعتبر عمله عملا تجاريا؟ لما يكون في 3 شروط، شراء ورد على منقول، وأن يكون بقصد البيع أو التأجير، ده فيما يتعلق بالشراء لأجل البيع أو التأجير. نفس الشروط دي بالنسبة للاستئجار بقصد التأجير، الاستئجار بقصد التأجير لازم يكون عندي استئجار، والاستئجار ورد على منقول ويكون بقصد التأجير، ويكون بقصد التأجير. فعندي
الشرط الأول الشراء أو الاستئجار. طبعا احنا شفنا قبل كده ان الشراء بمفهوم الواسع هو الحصول على شيء بمقابل نقدي في المعاملات المدنية. انا لما احب اشتري شيء بشتريه بمقابل نقدي، لكن الشراء وفقا للقانون التجاري لا، الامر يختلف، فهو الحصول على الشيء بمقابل نقدي او غير نقدي. ممكن التاجر يشتري بضاعة ويدفع فيها فلوس، ممكن يحصل على البضاعة بطريق المقايضة، ففي الحالتين دول يعتبر عمله عملا تجاريا. فما لا يستطيع التاجر ده انه يدفع، انه يقول انه انا والله البضاعة دي لم ادفع فيها ثمن نقدي ولكن انا حصلت عليها بطريق المقايضة. فانا في هذه الحالة اقول له لا، انتبه انه الشراء في القانون التجاري عندنا الحصول على الشيء بمقابل نقدي او حتى بمقابل غير نقدي اذا كان على سبيل المقايضة. وبالتالي يخرج من دائرة تطبيق القانون التجاري إذا باع شخص شيئا لم يحصل عليه بالشراء. فلو أي واحد باع أشياء منقولات لم يحصل عليها بالشراء، ولكن كانت نتيجة ثمرة إنتاجه، سواء كان هذا الإنتاج عن طريق استثمار مواد طبيعية، استثمار مجهود ذهني أو بدني، يخرج من نطاق القانون التجاري. يبقى إذن أي شيء أنا بحصل عليه بالميراث أو الهبة أو الوصية وبيعه واكسب فيه يخرج عن نطاق القانون التجاري. ليه؟ لأن لم يسبقه شراء. كمان علشان كده في حاجات أخرى استبعدت من نطاق القانون التجاري لأنه لم يسبقها شراء. مثال ذلك عندنا أعمال الزراعة. ننتبه هنا، أعمال الزراعة، فصاحب المنشأة الزراعية إذا باع المحصول الزراعي الخاص به، ففي هذه الحالة هذا المحصول لم يسبق له أن اشتراه. وكل الأعمال المكملة للأعمال الزراعية، استئجار الأرض، شراء المعدات والآلات الزراعية وتأجيرها، شراء البذور والأسمدة، كل هذه الأمور، بيع المحصول معبأ في أكياس أو صناديق، نخلي بالنا كل هذه الأمور لا تنفي عن كون هذا العمل عمل مدني، لأنه المحصول الزراعي الذي ينصب عليه عقد البيع في النهاية لم يسبق لهذا الشخص صاحب المنشأة الزراعية أن اشتراه من أحد، ولا يخرجه من إطار المدنية كون أنه استأجر الأرض أو اشترى معدات أو اشترى هنا معدات وآلات أو اشترى بذور وأسمدة وأدوية. الشراء ده كله على مكونات المحصول، لكن المحصول في النهاية أنا ما أقدرش استخرج منه البذور والأسمدة والأدوية، لا، أنا ببيع المحصول في النهاية. هذا المحصول لم يسبق لي أن أنا اشتريته، علشان كده أعمال الزراعة تخرج من إطار القانون التجاري. ولكن إذا كانت هذه الأعمال غير مرتبطة بالعمل الزراعي، وذلك كما نخلي بالنا هنا، مش كل أعمال صاحب المنشأة الزراعية أعمال مدنية. ده صاحب المنشأة الزراعية إذا اقتصر دوره فقط على بيع المحصول أيا كان نوع المحصول، عمله عمل مدني. يعني لو صارت منازعة بسبب عدم الوفاء بثمن هذا المحصول أو عدم تسليم المحصول للمشتري، تنظره المحاكم المدنية. لكن عندنا بعض أصحاب المنشآت الزراعية يقومون بشراء محاصيل الآخرين بكميات كبيرة، ففي هذه الحالة هؤلاء الأشخاص أهم بدأوا يشتروا منقولات بقصد بيعها. هؤلاء عملهم عمل تجاري. يعني لو حصل نزاع بصدد هذه الصفقة، تنظره المحاكم التجارية، وهيهات هيهات بين المحاكم المدنية والمحاكم التجارية، وفرق كبير جدا بين المشكلة دي أو النزاع ده يخضع للقواعد المدنية ولا أو يخضع للقواعد التجارية. طبعا زي ما قلنا، عايزين دائما وإحنا بنميز بالعمل المدني والعمل التجاري، انه لو العمل تجاري شوف هيخضع الاطراف للتضامن والافلاس والنفاذ المعجل والمهله القضائيه، كثير جدا الاحكام الخاصه بالاعمال التجاريه، فلازم انتبه لهذه المساله. كمان الاعمال التحويليه، نخلي بالنا في اعمال تحويليه قد يقوم بها صاحب المزرعه. اذا كانت هذه الاعمال التحويليه بسيطه ما فيش مشكله، يظل العمل عمل مدني. لكن لو ارتبطت صاحب المنشأة الزراعية وقام بتصنيع منتجات مزرعته، فتحول بالتالي إلى صانع، زي ما احنا شفنا في المشروعات التجارية اللي هي مشروعات الصناعة. فلازم نخلي بالنا، هل صاحب المشروع الزراعي اكتفى ببيع منتجه الزراعي مرة واحدة، ولا هو قام بتصنيع هذا المنتج وحوله إلى منتجات أخرى مصنعة؟ نخلي بالنا، لو اقتصر فقط على بيع محصول زراعي عمله مدني، وتنظر المحاكم المدنية. لكن لو قام بتصنيع هذه المنتجات
في هذه الحالة يتحول عمله إلى عمل تجاري، أي نزاع بصدده تنظره المحاكم التجارية. دائما احنا لما بنتكلم عن الزراعة نقصد بها المشروعات الزراعية الصغيرة والمتوسطة اللي هي تخرج عن نطاق القانون التجاري، لكن المشروعات الزراعية الكبيرة التي تتخذ شكل الشركات أحيانا يعني في رأي كبير نادى بخضوعها للقانون التجاري، لأنها تستثمر فيها أموال طائلة ويتم المضاربة فيها على مجهود الآخرين وعلى المعدات والآلات التي تستخدم في هذه الزراعة. في نوع آخر كمان يستبعد من القانون التجاري هو عمل أصحاب المهن الحرة، زي ما قلنا في عند المحامي وفي عند المهندس وفي عند الطبيب وفي عند المحاسب، الناس دول كلهم أصحاب مهن حرة، يعني ما يقدمونه من خدمات أو أعمال نتيجة مجهود ذهني هم يبذلونه في هذه المسألة. يعني أنا المحامي لما بيدافع عني في قضية، هذا المحامي لم يسبق أن اشترى مفردات الكلمات أو الدفاع اللي هو بيدافع عني فيه به أمام المحكمة، عشان كده عمل المحامي هو عمل مدن، عمل مدن. لكن نخلي بالنا إمتى المحامي عمله يصير عمل تجاري؟ لو خرج عن إطار كونه صاحب مهنة حرة. يعني في بعض المحامين نلاقيه يترك مهنة المحاماة أو يعني تظل موجودة مهنة المحاماة ولكن يمارس بجوارها مهن أخرى، زي مهنة السمسرة على سبيل المثال، أو أنه يمارس الوكالة بالعمولة أحيانا. ففي هذه الأمور هنا يتحول عمل المحامي في هذه الحالة من كونه عمل مدني إلى عمل تجاري، إلى عمل تجاري استنادا إلى أعمال الوساطة اللي احنا درسناها واتكلمنا فيها فيما يتعلق إذا كان وكيل عادي أو وكيل بالعمولة أو كان سمسار أو ممثل تجاري أحيانا بيحصل. لكن هو لو اقتصر على عمله كمحامي فقط يدافع بالقضايا عمله عمل مدني. حصلت منازعة بصدد هذه المسألة تنظرها المحاكم المدنية، لكن تجاوز ذلك وبدأ يمارس الأعمال التجارية سمسرة أو وكالة، في هذه الحالة يعتبر عمله عملا تجاريا. نفس القصة عمل الطبيب نفسه، الطبيب كمان من أصحاب المهن الحرة. لما الطبيب يشخص مرض معين هو لم يسبق له أن اشترى هذا التشخيص، ولكن تشخيصه لمرض معين نتيجة يعني خبرات طويلة قضاها وهو يدرس في كليات الطب. لكن الطبيب ده لو تجاوز عمله عمل الطبيب العادي هذا وقام ببناء مستشفى على سبيل المثال، في هذه الحالة هو بيضارب على مجهود الآخرين. يعني اشترى أرض، بنى مبنى، جهزه بالآلات والمعدات الطبية اللازمة، تعاقد مع أطباء آخرين وممرضين وعمال والآخر، هنا يضارب على مجهود كل هؤلاء من أجل تحقيق الربح، هنا يعتبر عمله في هذه الحالة عملا تجاريا. عمل المهندس كمان الذي يقتصر على تقديم التصميمات الهندسية عمله عمل مدني، لكن المهندس لو لم يقتصر على التصميمات فقط ولكن مارس مهنة المقاولة، يعني صار عنده شركة مقاولة يحصل على يعني يقوم ببناء أبنية الآخرين، مدارس، مستشفيات، فيلات، أي شيء، وهو الذي يقدم كل شيء، يقدم الآلات والمعدات والعمالة اللازمة وكل شيء، وفي الآخر يسلم المبنى كاملا لصاحبه، ففي هذه الحالة هذا المهندس ما اقدرش اقول عليه عمله عمل مدني، لهذا الشخص مارس مهنة المقاولة اللي احنا قلنا عليها قبل كده، مقاولات إنشاء المباني، مقاولات إنشاء المباني. عندي في الإنتاج الذهني والفني الناس اللي هم بيبيعوا ثمار فكرهم، زي المؤلفين، زي الشعراء، الناس اللي بيبيعوا إنتاجهم الفني زي المغنيين ومؤلفي الألحان، الناس دول كلهم تعتبر أعمالهم أعمال مدنية. كافة أنواع الإنتاج الفني، كافة إصدار الصحف والمجلات اللي هو يكتب، يعني يكتب في الصحيفة أو المجلة. طب لو الناس دول لم يقتصروا على تقديم مجهودهم الشخصي، يعني لو واحد كتب مقالة في جريدة يومية هذا إنتاج ذهني، هذا إنتاج ذهني عمله عمل مدني. لكن لو هذا الشخص بدأ يؤسس صحيفة معينة وبدأ يصدر مثل هذه الصحيفة زي الصحف اليومية اللي بنشوفها، لا، في هذه الحالة يتحول عمله إلى عمل تجاري. لو واحد ممثل وقام بإنشاء شركة إنتاج إعلامي على سبيل المثال، أو واحد مغني عمل شركة للصوتيات على سبيل المثال، هنا يتحول عمله إلى عمل تجاري بناء على ذلك.
الشرط الثاني نخلي بالنا، شفنا أول شرط الشراء واستثنينا منه الأعمال التي لم يسبقها شراء، سواء كانت الأشياء الموروثة أو الموهوب له بها أو الموصى له بها، أو كانت أعمال زراعة في نطاق المحدود بيع المحصول فقط، أو إذا كان أعمال مهن حرة، عمل المحامي، الطبيب، المهندس، المحاسب دون أن يتوسعوا في أعمالهم، عمل أصحاب الإنتاج الذهني أو الفني دون أن يتوسعوا في مجالهم. الشرط الثاني كمان أنه يجب أن يرد الشراء على منقول، يعني يشترط أن يرد الشراء أو الاستئجار على منقول. طب وإيه هو المنقول؟ إحنا عندنا الأشياء نوعين، أرجح التقسيمات أنه الأشياء مقسمة نوعين، إما منقولات وإما عقارات. المنقولات اللي إحنا كل المنقولات اللي حوالينا اللي إحنا نستطيع أن إحنا ننقلها من مكان آخر دون تلف، وقس على ذلك البضائع كلها تعتبر منقولات. أما العقارات، العقار لا يمكن نقله من مكان لآخر دون تلف، ولو نقلناه يتلف زي الأراضي والمباني وكل ما هو لصيق بالأرض. إحنا هنا في الأعمال التجارية المفردة لا نتكلم عن العقارات، إحنا بنتكلم عن المنقولات. لو هناك شراء ورد على منقول، هذا الشراء الوارد على هذه العملية لو كانت بقصد البيع هذا عمل تجاري منفرد، أي نزاع يحدث بشأنها تنظره المحاكم التجارية ويخضع للنظام القانوني للأعمال التجارية. ولازم ننتبه وبنجيبها في الاختبارات إن الأموال المنقولة أو المنقولات دي أنواع، في أموال مادية منقولة مادية زي أي شيء مادي ملموس أقدر أمسكه في إيدي هذا منقول مادي، بس في عندنا تاني أموال منقولة معنوية زي مثلا التكنولوجيا، زي براءات الاختراع. ونخلي بالنا في الكتاب عندكم في الأمثلة، الأمثلة مهمة جدا، لازم دايما واحنا بنذاكر نطلع ونقرأ هذه الأمثلة، لأن هي اللي بتكون محل في الاختبارات، بنجيب منها دايما في الاختبارات. عندما نقول مثلا بحسب المقال زي المبنى المعد للهدم، هو عقار ثابت في مكانه بس أنا بعته لأنه سوف يتم هدمه، فاللي اشترى هذا المبنى هو اشترى المبنى فقط ولم يشتري المبنى مع الأرض. لو اشترى المبنى مع الأرض فأنا بعت له عقار، لكن اشترى المبنى بس فقط بقصد هدمه وإزالته وتحويله إلى أنقاض، أنا بعت له منقول بحسب المآل. فالشراء عندي لابد أن يرد على منقولات، سواء كانت هذه المنقولات منقولات مادية أو منقولات معنوية أو منقولات بحسب المآل. الشرط الثالث، لو واحد اشترى منقول بقصد التبرع به، عمله عمل مدني. لو اشترى منقول بقصد استخدامه الشخصي، يعني انا اشتريت سيارة لي عشان اقودها، هذا العمل لا يعتبر عمل تجاري منفرد لانه فقد الشرط الثالث هو قصد البيع، وهو قصد البيع. فعلشان كده لو شخص اشترى 10 كمبيوترات عشان يوزعهم على اصدقائه او اقاربه، هذا العمل ليس عملا تجاريا، لانه اي نعم هناك شراء وهذا الشراء ورد على منقولات، ولكن فقد شرط مهم فيه وهو قصد البيع، لم يوجد ما يسمى بالبيع. شراء المنقولات بقصد بيعها أو تأجيرها لازم إذن يكون شراء ورد على منقولات بقصد البيع. كمان لابد أن يكون الباعث على الشراء لدى المشتري عند الشراء، يعني عند الشراء لابد أن تتوافر نية الشخص على أنه اشترى هذه المنقولات بقصد بيعها. طب سؤال يقول لي، طيب أنا أعرف إزاي أن الشخص اشتراها بقصد بيعها؟ افترض المقنن عندنا انه اي واحد تاجر اشترى بضائع يفترض فيه انه اشتراها بقصد بيعها الى ان يثبت العكس، يعني لو صدر نزاع بصدد هذه الصفقة تنظرها المحاكم التجارية لغاية هو ما يثبت لنا انه والله المنقولات اللي اشتراها دي اشتراها بقصد انه يتبرع بها او تبرع بها بالفعل. طبعا ده بيكون اثباته من خلال الدفاتر التجارية، هنشوف مستقبلا موضوع الدفاتر التجارية. اما اي شخص اخر مدني اذا اشترى منقولات نعرف ازاي ان هو بقصد بيعها، افترض فيه المقام ان اي شخص مدني ما يقوم بشرائه لا يفترض ان هو اشتراه بقصد بيعه، اشتراه بقصد استخدامه الشخصي، ده الاساس الى ان يثبت العكس. هنا اللي هو افتراض توافر نية البيع او التأجير عند الشراء الى ان يثبت العكس بالنسبة للتجار، وغير التجار افترض انهم بيقوموا دائما باعمال مدنية الى ان يثبت العكس. ونثبت ازاي ان الشخص المدني بيمارس العمل التجاري؟ من التكرار، يعني اشترى بضاعة ثم باعها، اشترى بضاعة اخرى ثم باعها، وهكذا
نستطيع ان احنا نثبت او دي تعتبر ادله وقررنا انها على ان هذا الشخص المدني انه بيمارس اعمال تجاريه. اذا اول نوع من الاعمال التجاريه المنفرده اللي هي يكفي ان تقع من شخص بغض النظر كان هذا تاجر او غير تاجر لمره واحده، انا بعتبره عمل تجاري منفرد. في عمل اخر وهو تاسيس الشركات التجاريه. احنا عارفين انه الشركه التجاريه وهي شغاله خلاص الشركة التجارية عملها عمل تجاري، وخاصة لما تتخذ أشكال الشركات التجارية المنصوص عليها في نظام المحكمة التجارية السعودي. فعمل الشركة سواء كانت شركة مساهمة، شركة تضامن، شركة توصية بسيطة، شركة توصية بالأسهم، شركة محاصة أو غيرها من الشركات الأخرى، يعني في نوعين من الشركات سواء الشركات التعاونية أو الشركة ذات رأس المال المتغير منصوص عليها يعني في النظام السعودي. كل اعمال الشركات خلاص احنا متفقين انه عملها عمل تجاري. طيب تاسيس الشركه في حد ذاته، انا عندي مرحله قبل الشركه ما تقوم وقبل الشركه ما تكتسب الشخصيه القانونيه، مرحله التاسيس. مرحله التاسيس لما احنا بنتفق مع بعضنا البعض على ان كل واحد يدفع مبلغ من المال ويكون شركه. بس مع الاسف في الفتره دي بيحصل منازعات. طب المنازعات اللي في مرحله التاسيس تنظر امام المحاكم المدنيه ولا المحاكم التجاريه؟ هنا تأسيس الشركات التجارية تم اعتباره انه عمل تجاري منفرد، مجرد ان بأسس الشركات التجارية عمل تجاري منفرد حتى ولو لم تمارس الشركة بعد نشاطها، او حتى لو لم تكتسب بعد الشركة الشخصية القانونية. وبناء عليه اي منازعات، ننتبه للنقطة دي، اي منازعات تنشأ بصدد تأسيس الشركات التجارية تنظرها المحاكم التجارية، تنظرها المحاكم التجارية. والشركة طبعا يعني اتكلمنا لما تتخذ شكل من الاشكال المذكورة في القانون تعتبر شركات تجارية بغض النظر عن نشاطها تجاري او مدني. اذا اللي نركز عليه هنا لازم ننتبه ان الاجراءات اهي، الاجراءات والاعمال الخاصة بتأسيس الشركة انها من طبيعة تجارية، انها من طبيعة تجارية، ولو حصل اي نزاع بصدد هذه الاجراءات وهذه الاعمال الخاصة بالتأسيس تنظرها المحاكم التجارية. النوع الثالث من الأعمال التجارية المنفردة هو أعمال الملاحة البحرية والجوية. أعمال الملاحة البحرية والجوية مش بس النقل البحري والجوي بالسفينة أو الطائرة، كل ما يتعلق بالملاحة البحرية هو عمل تجاري. أي واحد يمارس أي عمل خاص بالملاحة البحرية والجوية عمله عمل تجاري منفرد. فسواء بناء سفن او بناء طائرات او اصلاحها او صيانتها، شراء او بيع او تاجير او استئجار السفن والطائرات، شراء الادوات ومواد التموين السفن والطائرات، كلها اعمال تجاريه. نقل بحري ونقل جوي سواء للبضائع او للاشخاص، عمليات الشحن وعمليات التفريغ، كل ما يتعلق باستخدام الملاحين والطيارين وغيرهم على السفن والطائرات، يعني كل ما يتعلق بالمنحه البحريه والجويه هي اعمال تجاريه منفرده. وننتبه هنا انه فيما يتعلق باعمال الملاحه البحريه والجويه لا نبحث ابدا عن ان هذا العمل سبق شراء او يكون بقصد البيع. يعني ما اجيش اقول انه لازم السفينه دي يكون سبق له ان اشتراها، او لازم يكون السفينه دي اشتراها بقصد البيع. لا، احنا بنتكلم هنا عن عمل مستقل من اعمال التجاره المنفرده بعيد عن الشراء لاجل البيع او التاجير. الشراء لاجل البيع او التاجير ده نوع من الاعمال التجاره المنفرده. والنوع الثاني تاسيس شركات تجاريه، والنوع الثالث اللي اعمال الملاحه البحريه والجويه. فخدها ريح دماغك، كل ما يتعلق بالملاحه البحريه والجويه اعمال تجاريه. وممكن يعني في الاختبارات بنعمل فخ للطالب، بنقول له يعني قام فلان الفلاني بتلقي سفينه بالميراث من والده وقام ببيعها وتحقيق الربح ولا اخره، فهل يعتبر عمل تجاري ولا عمل مدني؟ فبنلاقي الطالب على طول يطبق عليها النوع الاول، الشراء لاجل البيع والتاجير، يقول لك لا ده هو لم يسبق له ان اشتراها، ده هو تلقاها بالميراث، فالعمل عمل مدني. اقول له انتبه، انت هنا بتتكلم عن الملاحه البحريه والجويه. احنا في الملاحه البحريه والجويه لا ننظر ابدا لشرط الشراء ولا ننظر ابدا لقصد البيع، احنا بننظر هنا فقط انه كل ما يتعلق باعمال الملاحه البحريه والجويه عمل تجاري، سواء كان بيع لم يسبقه شراء كواحد ورث السفينه مثلا، او شراء لا يعقبه بيع. يعني كثير من اصحاب السفن بيشتروا السفينه ليس بقصد البيع ولكن بقصد ممارسه اعمال النقل البحري عليها سواء للاشخاص او البضائع.
فنخلي بالنا كمان هنا انه الاعمال الخاصه بالمنحه البحريه والجويه يكفي الواحد ان هو تقع منه مره واحده، مش لازم يعني يمارس لنا شراء السفينه وبيعها، شراء سفينه وبيعها عشان نقول انه عمله عمل تجار، لا ده هو مره واحده اشترى او باع او مارس اي نوع من اعمال الملاحه البحريه والجويه، كل ما يقوم به يعتبر اعمال تجاريه منفرده. اذا اول نوع من الاعمال التجاريه الاصليه هو الاعمال التجاريه المنفرده، 3 انواع: شراء بقصد البيع او التاجير، تاسيس شركات تجاريه، اعمال ملاحه بحريه وجويه. ويستثنى فيما يتعلق بشراء ايدي البيع او التاجير قلنا في 3 شروط: لازم يكون مجتمعين، يكون في شراء ورد على منقول بقصد البيع. في الشراء استثنينا كل ما يتعلق باعمال الزراعه، المهن الحره، الانتاج الذهني والفني. بجانب الاعمال التجاريه المنفرده في عند المشروعات التجاريه. المشروعات التجاريه دي لابد ان يقوم بها تاجر، دائما القائم بها تاجر، لانه لا يتصور واحد عنده مشروع تجاري وهو ليس تاجر. فدائما المشروعات التجاريه تكسب من يقوم بها صفه التاجر، زي ما احنا شفنا في الشرط الاول في شروط اكتساب صفه التاجر هو احتراف القيام بالعمل التجاري، اي ان يمارس العمل التجاري في شكل مشروع تجاري. عند مشروعات تجاريه لا يكفي ان يقوم بها الشخص مره واحده، ولكن يشترط ان يقوم بها على وجه المقاوله، يعني من خلال مشروع منظم ومستمر، يعني يحترفها هذا الشخص، يحترف القيام بالاعمال التجاريه. طبعا احنا عددنا تقريبا حوالي 12 نوع من المشروعات التجاريه، يعني نمر عليهم سريعا عشان نحدد النقاط اللي ممكن الطالب يقع فيها في الاختبارات. عند توريد البضائع والخدمات، التوريد نخلي بالنا ان هو تعهد بتقديم شيء او خدمه. طيب بس نخلي بالنا انه في فرق بينه وبين البيع. البيع انا ببيع المنتج مره واحده، يعني ببيع عندي شيء ببيعه مره واحده، لكن ده التوريد انا مش ببيعه مره واحده، ده انا ببيعه بصوره منتظمه ومتكرره، يعني كل يوم اسلم هذا الشخص اللي انا مرتبط معاه بعقد التوريد كميه بضاعه. وده اللي بيحصل فيما يتعلق بالمصانع او اصحاب المزارع اللي بيقوموا بعمليه توريد للمصانع منتجاتهم الزراعيه. فنخلي بالنا التوريد، من يقوم بالتوريد هو عمله عمل تجاري، لان التوريد هو مشروع تجاري. ومش بس ان انا اورد سلع او بضائع، ممكن اورد كمان خدمات، يعني ممكن اقوم بتوريد خدمات. ونخلي بالنا التوريد ده بيكون بصوره منتظمه، يعني ممكن لمده سنه او لمده سنتين او لمده 5 سنوات مقابل ثمن او اجر. طبعا لا يتصور ان يقع التوريد مره واحده. طيب لو التوريد مره واحده ما بقاش توريد، يبقى بيع. انا لما اعطي شخص بضاعه مره واحده، انا مش بورد له هذه البضاعه، انا ببيعها له بيع لانها مره واحده. وبناء عليه لا يكتسب صفه التاجر من يقوم، او لا يكون عمله عملا تجاريا من يقوم بتوريد البضاعه مره واحده، هذا هو يعتبر باع. علشان كده نخلي بالنا انه صاحب المنشاه الزراعيه لو باع محصوله الزراعي مره واحده اخر السنه او اخر الموسم عمله عمل مدني. طيب لو هو تعهد بتوريد منتجاته الزراعيه بصوره منتظمه ومتكرره مقابل اجر فتره 5 سنوات لاحدى المصانع، في هذه الحاله يتحول عمله الى عمل تجاري. بناء على ايه؟ بناء على مقاوله التوريد، لانه هو اي نعم هو من اعمال الزراعه، بس ننتبه ده هو بعد كده ارتبط بتوريد، يعني هو شغال مورد لاحدى المصانع، بيورد لهم ما تنتجه مزارعه كل سنه بصوره منتظمه ومتكرره. طيب ده علشان كده كمان لو انتاج الزراعه ده لم يكفي للصفقه اللي هو عاقدها مع المصنع، يعني لو ملتزم بتوريد 10 طن من الفاكهه مثلا كل سنه ومزرعته جابت 7 طن بس، بيضطر يشتري كمان محاصيل اخرين، وممكن يشتري اكثر من كده كمان من محاصيل اخرين ويبيعها. فاذا اشترى بصوره منتظمه من محاصيل اخرين بقصد بيعها عمله تجاري. لو قامت بتوريد منتجاته الزراعيه نفسه بس هو عمله تجاري، لكن لو اقتصر على بيع محصوله فقط مرة واحدة ايا كان الشخص، او لو حتى بحث ذات الشخص كل سنة بس ما فيش عقد توريد بينهم وبين بعض، يعني ممكن السنة دي انا ابيع لك 10 طن، السنة الجاية ابيع لك 7 طن، السنة اللي بعدها ابيع لك 5 طن، هذا بيع. لكن التوريد انا ملتزم ان اورد لك كمية ثابتة كل سنة لمدة 5 سنوات مقابل ثمن معين.
فخلي بالنا هنا في التوريد، لانه بيحصل لبس احيانا على الشبك. طيب هل يلزم ان يكون لاعتبار التوريد عمل تجاري انه المورد يكون سبق له ان اشترى ما يقوم بتوريده؟ يعني انا كصاحب مصنع او صاحب مزرعه، هل يشترط ان انا اكون سبق لي ان انا اشتريت الاشياء اللي اقوم بتوريدها؟ لا، ده انا ممكن اكون ان تشتهى من مزرعي او ان تشتهى في مصنعي. يعني بعض المصانع يلتزم بتوريد ملابس للمحلات التجاريه، هل لازم المصنع يقوم بشراء الملابس دي عشان يوردها للمحلات التجاريه؟ لا، ممكن هو ينتجها، وممكن لو الكميه عجزت عنده ممكن يقوم بشرائها ويكمل الكميه اللي هو ملتزم بتوريدها كل سنه. فلا يشترط ابدا ان يكون الشخص قد سبق له شراء الاشياء التي يقوم بتوريدها. ده الراي الراجح عندنا، الراي الراجح، لان في رايين في الكتاب. الراي الراجح انه لا يشترط ان يكون المورد قد سبق له شراء ما يقوم بتوريده. خلي بالك ان هو عقد التوريد دايما بالنسبه للمورد عمل تجاري، بالنسبه للمستورد بيختلف. ما اذا كان هذا الاستيراد هذا او التوريد هذا بالنسبه له هو شخص مدني، او اذا كان شخص تاجر. فلو شخص مدني التوريد بالنسبه له عمل مدني بالنسبه لمن يتعاقد مع التاجر. واذا كان يعني مثلا لو انا عندي مصنع التزم مثلا بتوريد، او عندي مطعم التزم بتوريد مثلا وجبات غذائيه لمستشفى الملك فهد على سبيل المثال، فالمستورد الوجبات دي مدني، المستشفى مدني. لكن لو مصنع بيورد ملابس لمحل تجاري، المحل التجاري ده تاجر، المحل التجاري ده تاجر، فيختلف التوريد بالنسبة للمستورد ما إذا كان هو مدني أو تاجر. عند مشروعات الصناعة كمان تعتبر أعمال تجارية، لأنه لا يتصور أن يكون هناك مصنع لإنتاج سلعة واحدة ويقفل أبوابه. المصانع دائما تعمل بصورة منتظمة ومتكررة. فصناعة تحويل مواد إما أولية أو نصف مصنعة إلى مواد نصف مصنعة أو كاملة الصنع قابلة لإشباع حاجة الإنسان. نخلي بالنا إنه الصناعة هي دائما تكتسب الصفة التجارية، دائما الصناعة تكتسب الصفة التجارية. طيب ليه؟ لأنه صاحب المصنع بيضارب على مجهود الآخرين. شوفوا إحنا عشان نعمل مصنع مش أي حد يقدر يعمل مصنع، ده في أرض وبتتبني مبنى عليها وبتجهز بالآلات والمعدات وغالية الثمن، ثم بتعاقد مع عمال وفنيين ومهندسين والى اخره. فانا بضارب على مجهود كل هؤلاء علشان انا في الاخر لما بيع المنتج او بيع السلعه بتاعتي اخصم منها التكاليف ويديني في الاخر صافي الربح. فتعتبر الصناعه دايما مضاربه وفيها معنى التداول، يعني تعتبر مضاربه وتحقيق الربح. طيب هل يشترط ان تكون عمليه الصناعه مسبوقه بعمليه شراء المواد الخام المستخدمه فيها؟ يعني انا صاحب مصنع، هل لازم اشتري المواد الخام عشان اصنعها عندي؟ لا، انا ممكن المواد الخام اشتريها وممكن اخدها من مزارعي. يعني ممكن يكون عندي مزارع فاكهه احول الفاكهه اللي عندي الى عصائر، ممكن يكون عندي مزارع دواجن احول هذه الدواجن الى صناعات، ممكن يكون عندي مزرعه ابقار او مواشي مثلا ماشيه ممكن احولها الى لحوم وهكذا، او عندي مثلا مزارع قطن احول الاقطان الى منسوجات احولها الى ملابس وهكذا، موجود كل شيء. إذا لا يشترط أنه صاحب المصنع أن هو يشتري المواد التي يقوم بتصنيعها، ممكن يقدمها من مزارعه الخاصة. في فرق بين الحرفي والصانع، نخلي بالنا من الآخر كده، الحرفي يختلف عن الصانع. الحرفي بيضارب على مجهود الشخص فقط، أي واحد يضارب على مجهود الشخص، يعني هو نفسه اللي بيصنع بنفسه معتمد على مجهود الشخصي، عمله عمل مدني. أما إذا تحول هذا الحرفي إلى صاحب مصنع وبدأ يضارب على مجهود الآخرين، في هذه الحالة يتحول عمله إلى عمل تجاري بناء على مقاولات الصناعة. الأشخاص اللي هم بيعتنوا بالأفراد دول كلهم عملهم عمل تجاري، عمل مدني آسف، إلا إذا يعني كان لديهم مشروع كامل متكامل ممكن هنا يتحول عملهم إلى عمل تجاري. أما الناس دول اللي دورهم العناية بالأفراد لو اقتصروا على مجهودهم الشخصي فقط، الواحد بيعمل بإيده مجهوده الشخصي فقط، عمله عمل مدني. من المشروعات التجارية النقل البري، هنا ننتبه هنا ونخلي بالنا ما نتلخبطش بين النقل البري والنقل الجوي والبحري. النقل البحري والجوي أعمال تجارية منفردة، لكن النقل البري هنا
اللي هو النقل الذي يتم على البر ايا كانت الوسيله المستخدمه فيه، سيارات، شاحنات، قطارات، باصات، اي شيء، اتوبيسات، اي شيء، هذا عمل تجاري بس لابد ان يمارس من خلال مشروع تجاري. النقل في المياه الداخليه كمان لابد ان المياه الاقليميه سواء الانهار او البحيرات او القنوات او المياه الاقليميه في البحار التابعه للدوله كلها لازم امارسها من خلال مشروع تجاري. في الكتاب عندكم صاحب السيارة الأجرة هل يعتبر عمله مدني ولا تجاري؟ الرأي الراجح أنه صاحب السيارة الأجرة عمله عمل مدني متى كان يضارب على مجهوده الشخصي، لكن لو صاحب السيارة الأجرة بدأ يشتري أسطول سيارات وعنده 100 سيارة وتعاقد مع 100 عامل سائق للعمل عليها وبدأ يعطي لهم أجور ورواتب، في هذه الحالة يتحول عمله إلى عمل تجاري. النقل دائما بالنسبة للناقل عمل تجاري، بالنسبة للعميل بيختلف إذا كان هذا الشخص مدني أو هذا الشخص تاجر وقام بالنقل لاحتياجاته التجارية. في نقطة هنا برضه مهمة، أعمال الوساطة من المشروعات التجارية، ودي يمكن الموضوع ده مهم من الناحية العملية. في عند الوكالة التجارية، وفي عند الوكيل بالعمولة، وفي عند السمسرة، وفي عند الممثل التجاري، دول أكثر أعمال الوساطة انتشارا في الحياة العملية. بس عايز نميز بينهم، الوكيل التجاري العادي ده بيقوم بعمل قانوني لصالح الموكل باسمه ولحساب الموكل. يعني انا لما شخص يكون عني وكيل عادي، بس نخلي بالنا الوكاله التجاريه هنا دايما بتكون باجر، يقوم بعمل بالنسبه لي باسمي ولحساب. يعني ممكن انا اعمل توكيل لمكتب معين يستخرج لي رخصه قياده، بس لما بيستخرجها باسمي ولحسابي، باسمه ولحسابه، وبناء على ذلك وياخذ اجره ويخرج من هذه الصفقه. يعني بعد كده عم تبقى العلاقه بيني وبين الجهه اللي تتعامل مع هذا الوكيل، فتنشا العلاقه بيني انا كموكل والغير الذي تعاقد معه الوكيل. الوكيل بالعموله يختلف عن الوكيل العادي، الوكيل بالعموله بيتعاقد باسمه ولحساب الموكل، ومثالها اصحاب معارض السيارات لما بيتعاقد مع الغير باسمه هو ولكن لمصلحه الشركة صاحبة السيارات، فهذا وكيل بالعمولة بياخد عمولة عن كل صفقة يجريها. في كمان عندي طبعا نخلي بالنا ان الوكيل بالعمولة بيختلف عن تابعي التاجر ومستخدميه، العمال الموجودين في المحل التجاري، العمال دول ليسوا وكلاء بالعمولة، دول ناس عمال بيحصلوا على اجر. عندي كمان الممثل التجاري، شخص بيكون بينوب عن التاجر كمان في المحل التجاري، وممكن خارج المحل التجاري يقوم باعمال من اعمال الاعمال التجاريه للتاجر في المحل، مقابل هو ممثل تجاري يمثل صاحب المحل، ممكن يوقع على فواتير شيء من هذا القبيل يمثله في الخارج مثلا، وممكن الممثل التجاري ده يكون وكيل عادي، احيانا ممكن يكون وكيل عادي. احنا عندنا السمسار كمان، السمسرة، في واحد اسمه السمسار ده لا بيتعاقد لا باسمه ولا حسابه ولا لا بيتعاقد لا باسمه ولا حساب الموكل ولا بيتعاقد باسمه ولا حساب الموكل، ولكن هو شخص بيقرب وجهات النظر، شخص بيقرب وجهات النظر، يتوسط بين الطرفين، بمجرد ما يتم ابرام العقد بينسحب السمسار ويحصل على السمسره بتاعته وينتهي دوره. والسمسره لابد ان يمارسها الشخص من خلال طبعا مشروع، يعني مكتب عقار على سبيل المثال، وهذا الشخص دوره فقط يقرب بين وجهات النظر. في عمليات البنوك والصرافة، يعني مشهورة ومعروفة عمليات البنوك كلها أعمال تجارية لأنها تهدف إلى تحقيق الربح والمضاربة من خلال عمليات الإيداع وتلقي الودائع وإدارة الأوراق المالية وخصم الأوراق التجارية وإعطاء القروض ومنح الاعتمادات المسندية والبسيطة وخطابة الضمان، كلها أعمال بتقوم بها البنوك وبتحصل في مقابلها طبعا على عمولات، وهي تكتسب كل اعمالها تكتسب صفه التاجر. حتى اعمال الصرافه كلها تعتبر اعمال تجاريه، الصرافه اللي احنا بنبادل فيها نقود بنقود، نشتري دولارات، نبيع دولارات، نشتري ريالات، كلها اعمال تجاريه، كل ما يتعلق باعمال الصرافه اعمال تجاريه. اعمال دور النشر كمان كلها مشروعات تجاريه، مكاتب دور النشر، الطباعه، الكتابه، التصوير، التجديد، بس مش المحلات الصغيره. احنا بنتكلم على المحلات الضخمه اللي هي يعني لديها امكانيات ضخمه من معدات والات وعماله،
كل ما يتعلق مجال الإذاعة والتلفزيون والصحافة ونقل الأخبار زي الفضائيات والقنوات الفضائية، أعمال المجال البريد زي الفيديكس، الاتصالات والإعلان زي موبايلي وسوا وكل هذه الأمور، الشركات العاملة في مجال الإعلان سواء إعلانات التلفزيونات أو إعلانات الطريق كلها تعتبر أعمالها أعمال تجارية. كل ما يتعلق بالعمليات الاستخراجية كمان، وده نقطة يمكن مهمة، لأنه استخراج الثروات الطبيعية من باطن الأرض من المناجم والمحاجر أو فيما يتعلق بالنفط والغاز كلها أعمال تجارية ضخمة، وسواء استخراج مثلا الأسماك من البحار والمحيطات، سواء استخراج المياه المعدنية من الآبار، كلها تعتبر عمليات استخراجية. هذه العمليات الاستخراجية يعني فتتطلب مبالغ ضخمة للتعامل فيها، والشركات اللي تقوم بها بتكون شركات ضخمة، علشان كده هذه الشركات بتحصل على أرباح ضخمة، لذلك أدخلها المقنن السعودي في نطاق الأعمال أو المشروعات التجارية. في تربية الدواجن والمواشي كلها، ويعني دلوقتي أصبحت تربية الدواجن مشروعات ضخمة، مش بس بتوزع إنتاجها زي فقيه وإنتاج واليوم والآخر وأمثلة كثيرة، يعني أنتم أعلم بها مني، كلها مشروعات لا يقتصر توزيعها على منطقة واحدة بل توزيعها على كافة المناطق، وفي بعض منها كمان خرج أصبح يصدر منتجاته في الخارج. فكل هذه المشروعات تعتبر مشروعات تجارية ضخمة، أصحابها بيحصلوا على مبالغ وأرباح طائلة. مقاولات إنشاء المباني سواء تشييد العقارات أو ترميمها أو تعديلها أو هدمها أو طلاءها، كل ما يتعلق بمقاولات الأشغال العامة، الطرق والكباري والإسفلت، كل شيء، كل هذا يعتبر أعمال تجارية. ويمكن أكثر شركات المقاولات التي تحصل على هذا اللفظ، ولذلك بنسميها شركة مقاولة، يعني المعنى الدارج لها نقول شركة مقاولات، فهي مقاولات إنشاء المباني. دائما شركات إنشاء المباني أو ترميمها أو تعديلها كلها أعمالها أعمال تجارية، مشروعات تجارية. لا يتصور واحد يكون عنده كل هذه المعدات لكي يقوم ببناء واحد وخلاص ويبيع بعد كده كل هذه المعدات والآلات، لا، ده هو يعني بيمارس هذا العمل، يقوم بتشييد عقارات الآخرين بصورة منتظمة ومتكررة بقصد الحصول على الربح. ونخلي بالنا الشركات المقاولات دي هي بتحصل على مبالغ ضخمة جدا جدا جدا، وخاصة عند قيامها بمشروعات الأشغال العامة. عندي في شركات كمان مش بتقتصر على ان هي يعني تقوم ببناء عقارات الاخرين، لا، ده هي نفسها بتقوم بشراء الاراضي وتقسيمها وبنائها وتبيع ما تقوم ببنائه يعني بالكامل، يعني ممكن تشتري قطعة ارض ضخمة وتقوم بانشاء عليها مثلا 10 فيلا 15 فيلا وتبيع ال 15 فيلا دول كلهم مع بعض. وبعد كده في شركات اخرى ممكن تقوم بشراء هذه الفيلا، يعني شركات بتسلم لشركات، وممكن شركات أخرى تقوم باستئجار هذه الفيلا وإعادة تأجيرها مرة أخرى. إذا المجال في السوق واسع، وشركات عديدة جدا جدا بتتعامل في مثل هذه الأمور. طيب إحنا هنا لما بنتكلم على العقارات، هنا تشييد العقارات أو شراؤها، هنا الله، ده هنا في شراء عقار أهو، بس انتبه، هنا شراء عقار ليس لمرة واحدة، لأنه اللي هو شراء لمرة واحدة يعتبر عمل تجاري اللي هو شراء المنقول. طيب هنا شراء العقارية يقول لك لازم هنا في شراء العقارات تكون بصورة منتظمة ومتكررة، يعني يكون مشروع تجاري، يعني أنا بيكون عندي مكتب بقوم بشراء العقارات وأقوم ببيعها بصورة منتظمة ومتكررة وأصبحت مصدر دخلي الرئيسي. طيب لو أنا اشتريت عقار واحد بقصد بيعه، عملي عمل مدني حتى لو حققت أرباح طالما مرة واحدة، لكن لو أنا بمارس العمل من خلال مشروع تجاري، عندي مكتب وعندي محل، عندي مكتب، عندي شركة أيا كان، وبمارس شراء هذه العقارات بقصد بيعها، مش مشكلة بعد كده أبيعها إزاي، أبيعها بالكامل، أبيعها مجزأة، أبيعها شقق، أبيعها غرف، أبيعها وحدات إدارية تجارية، مفروشة غير مفروشة، مش مشكلة عندي، المهم أنا طالما بشتريها بقصد بيعها بصورة منتظمة ومتكررة. ومش بس بشتريها كمان، ده أنا ممكن أستأجرها وانا شغال، استاجر عقارات واقوم بتاجيرها زي ما بيحصل هنا في المكاتب العقاريه، بياخدوا المبنى بالكامل، مش بس مبنى واحد، ومش بياخد مبنى واحد ويعيد تاجير، ده هو بياخد مباني، نلاقي المكتب الواحد عنده عشرات المباني اللي واخدها وحاصل عليها وبيقوم بتاجيرها للمستاجرين. هذا عمل مستمر وهذا عمل متكرر، هذا مشروع تجاري. فننتبه في هذه الحاله فيما يتعلق بالشراء الوارد على عقارات
او الاستئجار الورد على عقارات لو كان لمره واحده لا يعتبر عملا تجاريا، انت يعتبر عمل تجاري، ولو حصل بصدده نزاع تنظره المحاكم التجاريه لما يكون الشراء او الاستئجار ده بصوره منتظمه ومتكرره من خلال مشروع تجاري يتخذ شكل المكتب العقاري او يتخذ شكل الشركه العقاريه وهكذا. عندي وكالات الاشغال كمان، عندي وكالات الاشغال فيما يتعلق بمكاتب السياحه، عندي مكاتب التصدير والاستيراد، عندي الافراج الجمركي، مكاتب الاستقدام، احيانا في مكاتب الاستخدام، محل البيع بالمزاد العام اللي بنسميه الحراج، كلها مشروعات، كلها مشروعات تجاريه. وهذه تقدم دائما خدمات للجمهور ليست مجانيه ولكن مقابل اجر، وبتحصل على مبالغ طائله. يعني اللي عنده مكتب تصدير واستيراد او عنده افراج جمركي، اللي عنده ثقافه في هذه المجالات، بيحصلوا على مبالغ ضخمه جدا جدا نتيجه تنفيذ مثل هذه الامور. وصالات البيع بالمزاد العالي ليست التقليديه اللي احنا بنسميها الحراج في الوقت الحاضر، اللي هو بيع البضائع القديمه. لا، الحراج لبيع البضائع القديمه او بيع البضائع الجديده. ومش بس البضائع، ده فيه ممكن يصير في الفنادق الفخمة ممكن يكون هناك صالات لبيع لوحات فنية نادرة، لبيع تحف مثلا معينة يعرضها أصحابها في هذه الصالات. المهم يعني أصبح لفظ الحراج أصبح لفظ متطور في شكل صالات فخمة للبيع بالمزاد. يعني أصحاب هذه الصالات أعمالهم أعمال تجارية، لأنه بيمارس هذا مشروع تجاري. هو الصال اللي عملها مش بس عشان يبيع لوحة فنية واحدة والعدد من اللوحات وخلاص، ده هو مستمر في بيع مقتنيات الآخرين. عندي كمان آخر حاجة الملاهي العامة، وزي ما قلت قبل كده الملاهي العامة لابد أن تفسر تفسير واسع. يعني كل ما من شأنه أن يقدم رفاهية للجمهور فعمله عمل تجاري، عمله عمل تجاري. زي الفنادق والمطاعم والمقاهي والسيرك، زي السينما والمسارح، وزي سباقات الخيل والهجن، وكل هذه الأمور وملاعب كرة القدم كلها تعتبر بتقدم رفاهية للجمهور. بس نخلي بالنا أنها تكون مملوكة للأفراد، فهي دائما تفتح أبواب للجمهور في مقابل أجر. إذا ما مضى هو الأعمال التجارية الأصلية، الأعمال التجارية الأصلية. طيب عشان نلخص شغلنا، الأعمال التجارية الأصلية هي التي يقوم بها الشخص بقصد تحقيق الربح. وتنقسم الأعمال التجارية المنفردة ومشروعات تجارية. الأعمال التجارية المنفردة هي التي يقوم بها أي شخص تاجر أو غير تاجر ولو وقعت منه لمرة واحدة، يعتبر هذا العمل عمل تجاري. نخلي بالنا تاني، بقول أهو أنا بتكلم عن العمل التجاري، هل هو عمل تجاري ولا عمل مدني؟ طيب كأعمال تجارية منفردة عندي ثلاث أعمال: الشراء بقصد البيع أو التأجير، تأسيس الشركات التجارية، أعمال الملاحة البحرية والجوية. في شراء بقصد البيع أو التأجير لازم يكون ثلاث شروط مجتمعين: شراء ورد على منقول بقصد البيع. استثنينا من شرط الشراء الأول في أعمال مستثناة لأنه ما فيش فيها شراء، زي المنقولات اللي بيبيعها الشخص ويكون تلقاها بالميراث أو الوصية أو الهبة، زي أعمال الزراعة في النطاق المحدود المقتصر على بيع المحصول فقط، زي أعمال المهن الحرة لو اقتصر دورهم على تقديم الخدمات للجمهور، زي أصحاب الإنتاج الفني أو الذهني. دول كلهم أعمالهم أعمال مدنية، بس نخلي بالنا إذا اقتصروا على يعني مجهودهم الشخصي، لكن لو توسعوا بعد كده الأمر يختلف. برضه تأسيس الشركات التجارية، برضه أعمال الملاحة البحرية والجوية كلها أعمال تجارية منفردة. أما المشروعات التجارية هي تهدف أي نوع من الأعمال التجارية الأصلية يقوم دائما بها تاجر، لأنه كون يمارس العمل التجاري على وجه الاحتراف من خلال مشروع تجاري هو احترف العمل التجاري، فدائما يكون القائم بها تاجر أو من يقوم بها تكسبه صفة التاجر. والمشروعات التجارية زي ما شرحناها دلوقتي متعددة وكثيرة جدا، يعني وصلناهم يمكن ل 12 وفي أكثر من كده. طيب هذه هي الأعمال التجارية الأصلية. طيب ايه هي الاعمال التجاريه بالتبعيه؟ عايزين نريح دماغنا من الاعمال التجاريه بالتبعيه ونقول انه الاعمال التجاريه بالتبعيه دي دائما تقع من تاجر. اذا عندي تاجر يقوم بهذا العمل لخدمه تجارته. فعندي انا
العمل المدني هو اللي صاحبه لا يهدف الى تحقيق الربح. العمل التجاري الاصلي يهدف الى تحقيق الربح، يقوم به تاجر او غير تاجر كاعمال منفرده، يقوم به تاجر اعمال تجاريه او مشروعات تجاريه، بس كل ده بقصد تحقيق الربح. طيب ده التاجر احيانا ممكن يشتري اشياء لمحله التجاري دون قصد بيعها، ولكن لخدمه تجارته، زي صاحب مصنع يشتري سيارات لنقل العمال او لنقل البضائع من المصنع للمخازن. هو ما اشتراش السيارات عشان يبيعها، هو اشترى السيارات عشان يخدم تجارته. فاي شيء، اي منقولات يقوم التاجر بشرائها بقصد خدمه تجارته، اعمال تجاريه بالتبعيه. طيب سميناها ليه بالتبعيه؟ لانها تتبع مهنه التاجر، لانه من قام بها هو تاجر. حتى هو يمكن على الشاشه مكتوبه الاعمال التجاريه بالتبعيه الشخصيه، لان هي بتتبع شخص التاجر. يعني لو واحد، هل يعقل ان واحد يقوم بعمل تجاري تبعه وهو ليس تاجر؟ لا، لان لو استاذ جامعه العمل التجاري بالتبع هيتبعه فين؟ لان هو استاذ جامعه ما عندوش تجاره عشان يخدم بها تجارته، فلا يتصور ان تقع العمل التجاري بالتبعيه من غير تاجر. فدائما يقوم بها تاجر لخدمه تجارته، لخدمه تجارته. يعني ده كلها تعريفات وكلها أمثلة للأعمال اللي تعتبر أعمال تجارية بالتبعية. نخلي بالنا إنه في شروط للأعمال التجارية بالتبعية. الشرط الأول أن يقع العمل من تاجر، يعني شخص اكتسب صفة التاجر خلاص، يعني محترف القيام بالأعمال التجارية، يعني بيقوم بالعمل التجاري باسمه ولحسابه ومتوفرة فيه الأهلية التجارية. هذا الشخص إذا قام بعمل لخدمة تجارته هو قام بعمل تجاري بالتبعية. أن يكون العمل متعلقا بتجارته، خلي بالنا مش كل عمل يقوم به التاجر يعتبر عمل تجاري بالتبعية، لأن التاجر ممكن يتزوج. فهل التاجر لو تزوج هو بيقوم بعمل بالتبعية ما هو تاجر؟ لا، هو هل زواجه لخدمة تجارته؟ لا. لا، هذا في حياته المدنية، الزواج ده عمل مدني. لكن امتى العمل يكون بالنسبه للتاجر عمل تجاري تبعي؟ لما يكون الهدف منه خدمه تجارته، خدمه تجارته كشراء الاساس اللازم للمحل التجاري، تزود بالماء والكهرباء، شراء سيارات للمحل التجاري، شراء مهمات لازمه للمحل التجاري، ثلاجات مثلا لحفظ الاطعمه في المحل التجاري، كلها هذه تعتبر اعمال تجاريه بالتبعيه. عندنا في حالات يعني بتستدعينا ان احنا نطبق فيها نظريه الاعمال التجاريه بالتبعيه، لانه لو ما فيش نظريه الاعمال التجاريه بالتبعيه هيفلت التاجر من الخضوع لقواعد القانون التجاري. زي عندي مثلا عقد بيع وشراء وتاجير المحل التجاري. المحل التجاري في القانون عندنا هو مال منقول وليس عقار. البعض يرى ان المحل التجاري هو عقار. المحل التجاري هو مجموعة منقولات مادية ومعنوية. يعني أي محل تجاري لو نظرنا له هو بضائع ومهمات، هذه عناصر مادية، وبعد كده اسم تجاري وعنوان تجاري وسمعة تجارية واتصال بالعملاء، عناصر كلها معنوية. وأحيانا عنصر واحد يكفي لاعتبار هذا العمل، هذا المكان ليس محلا تجاريا. لو أنا عندي مكان فيه بضاعة ومهمات وليس له عملاء، خلاص لا يعتبر محل تجاري، ولكن يعتبر مخزن، يعتبر مخزن. فالمحل التجاري لو المفروض هنا تطبق النظريه على شراء التاجر المحل التجاري حتى ولو لم يقصد بيعه. طب احنا المحل التجاري منقول، عشان نطبق عليه القانون التجاري هنا هذه العمليه، التاجر يدعي يقول ده انا اشتريت المحل التجاري ليس بقصد البيع. طالما ليس بقصد البيع يبقى في هذه الحاله انا لن يطبق عليه القانون التجاري. ده انا اشتريت منقول ليس بقصد البيع. طيب اشتريته ليه؟ بقصد مزاولة التجارة فيه. لا، نقول لا، خلي بالك انت لو هنا هتفلت من الشراء لاجل البيع او التأجير، انت عندنا هنا نظرية الاعمال التجارية بالتبعية تخضع بمقتضاها للقانون التجاري. ونظرية التجارية طالما انت اشتريت المحل التجاري ليه؟ لخدمة تجارتك، عشان تتاجر فيه، وهكذا. اذا مفيدة نظرية الاعمال التجارية عندي عند فيما يتعلق بالعقود، عند شراء
التاجر لمحل تجاري، لان المحل التجاري هو منقول، هو منقول معنوي. فلو لم نطبق نظريه العماله التجاريه بالتبعيه سوف يفلت التاجر من الخضوع للقواعد التجاريه، ولو حصل اي نزاع اثناء الصفقه دي وعندما اشترى المحل التجاري يدفع ويطالب بنظر النزاع امام المحاكم المدنيه. لكننا بنقول له لا، انت هنا في نظريه العماله التجاريه بتبع، انت اشتريت محلك ليه؟ لانك انت لخدمه تجارتك او تمارس التجاره فيه، اذا هذا العمل عمل تجاري بالتبعية. طيب ده انا الشركات ليس بقصد البيع، لا، احنا لا ننظر هنا للاعمال التجاريه المنفرده اشراء بقصد البيع، ولكن ننظر لعملك على اساس من الاعمال التجاريه بالتبعيه. عندي عقود العمل مثلا مع العمال، صاحب العمل بيتعاقد مع العمال ليه؟ لخدمه تجارته، هو مش بيتعاقد مع العمال عشان يشتغل عنده في المنزل، هو بيتعاقد معهم عشان مصنعه، عشان خاطر متجره. طيب لو هو لم يدفع رواتب العمال او اجور العمال لقضيتين، لو لم توجد نظريه العماله التجاريه بالتبعيه، العمال هيقضوا فين عشان يحصلوا على حقوقهم؟ هيقضوا امام المحاكم المدنيه ويتضح بعد كده ان هو معسر، وان كان ذو عسره فنظره الى ميسره. لا، احنا عايزين نقول ان الناس دول من حقهم يقضوا امام المحاكم التجاريه. امام المحاكم التجاريه ما فيش هزار، ما فيش وان كان ذو عسره فنظره الى ميسره، في نظام الافلاس، يعني احجز على ممتلكاتك، يعني ابيع، يعني اسدد واعطي كل اجور العمال، والحكم واجب النفاذ وما فيش مهله قضائيه. ما فيش مهله قضائيه. عندي برضو بجانب عقود العمال عندي كمان تطبق النظريه على الافعال الضاره. ده التاجر مش بس بيبيع ويشتري، ده التاجر بتقع منه احيانا افعال سواء منه هو شخصيا او من عمال وتضر بالاخرين. يعني لو عندي شركه مقاولات شاحن احد الاوناش فيها او الروافع فيها مثلا طاحت على احدى السيارات حطمتها، صاحب السياره يقاضي التاجر على اي اساس؟ ده هو لا اشترى منه السياره ولا تعامل معاه، ده هو بس دمر له هذه السياره. فاحنا انا بقاضيه في هذه الحال امام المحاكم التجاريه لان هي الافضل ليا علشان اخذ حقوقي من هذا التاجر. طبعا اقاضيه على اي اساس؟ على اساس العماله التجاريه الاصليه، ده هو لا اشترى مني ولا باع لي، فانا بقاضيه على اساس نظريه العماله التجاريه بالتبعيه اللي بتقول انه هذا الضرر الذي سببه لي التاجر وقع منه اثناء عمله او بسبب هذا العمل، يعني بسبب تجارته او باثناء هذه التجاره. اذا انا اقاضي امام المحاكم التجاريه، لما اقاضي امام المحاكم التجاريه اضمن ان اخذ كل مستحقاتي من هذا التاجر. لكن لو مش موجوده نظريه العماله التجاريه بالتبعيه، هرفع قضيه على امام المحاكم المدنيه، والمحاكم المدنيه تاجل جلسه في جلسه في جلسه، ممكن نديله مهله للسداد، ممكن نقسط عليه، ممكن لو جاب يعني سك اعصار يعني حيصير في صعوبات ان احصل على مستحقاتي منه. فمفيده جدا نظريه العماله التجاريه بالتبعيه فيما يتعلق بالاعمال او الافعال الضاره. عندي كمان تطبيق نظريه الالتزامات المقرره بنص القانون. القانون احيانا بيفرض على التاجر بعض الالتزامات مثل دفع الزكاه والضرائب. الزكاه على فكره دائما بيدفعها السعوديين الذين يمارسون الاعمال التجاريه او من ينتمي لدول مجلس التعاون الخليجي، ذكرنا الكلام ده. الضرائب بيدفعها الناس اللي هم الاجانب الذين يمارسون الاعمال التجاريه في المملكه. الالتزام بالتامين على العمال، الالتزام بدفع تعويضات اصابه العمل، كل هذه التزامات مقرره بنص القانون بناء على نظريه الاعمال التجاريه بالتبعيه. يعني ممكن ناخد 10 دقائق استراحه، وعشان ندي فرصه للي عنده اي استفسار. يعني معذره انا بتكلم بسرعه لانه المعلومات عندنا في القانون التجاري يعني لازم تكون كلها مرتبطه مع بعض، ونخلي بالنا واحنا بنذاكر لازم ننتبه ان القانون التجاري ماده فهم، لازم نفهم. لو فهمنا الموضوع خلاص كل اي نقطه او اي سؤال هنقدر احنا نحله او هنقدر نجاوبه. ومعاكم ان شاء الله بعد استراحه 10 دقائق، لو اي حد عنده اي استفسار في اي مجال في المقرر احنا تحت امركم نقدر نرد عليكم ان شاء الله. ناخذ استراحه 10 دقائق ونعود ان شاء الله مره اخرى. ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بكم مرة أخرى من جديد. فحضراتكم معاكم، اللي عنده أي استفسار ممكن يتفضل يسأله إن شاء الله نجاوب عليه. السلام عليكم دكتور. يعطيك العافية. ماشي، عندي بعض الأسئلة راح أجملها مباشرة مع بعض عشان أعطي فرصة للزملاء والزميلات أكثر. طيب بعض الأسئلة سؤال.
طيب، سؤالي الأول كان نذكر في المحاضرة أن الشركات التجارية في صيد الأسماك تعتبر شركات تجارية. طيب وش وضع لما يكون فرد يمتلك مركب للصيد وشغال عليه كمهنة أساسية يتكسب منها الرزق، يعني يشتغل عليها صيد الأسماك، هل يعتبر عمل تجاري أو لا؟ تفضل. اه مش على السؤال الثاني وأكمل ولا إجابة الأول دكتور؟ تفضل تفضل، كمل اللي انت عايزه. طيب السؤال الثاني، لو شخص شبيه بالسؤال الأول، لو شخص يمتلك شاحنة ويعمل عليها في نقل البضائع، البضائع الشاحنة يمتلكها شخصيا شخصيا، ويعمل عليها لنقل البضائع، هل يعتبر عملية تجارية أو لا إذا كان يمتلك هذه الشاحنة فقط وبنفسه اللي يشتغل عليها؟ السؤال الثالث وهم قريب من هذا نفس الشيء، لو اي شاحنة، مثل الأسر المنتجة اي اللي شاحنة، اي شاحنة، تشتغل في صناعات يدوية حرفية وتبيع إنتاجها، هل يعتبر هذا عمل تجاري؟ السؤال الأخير ومعذرة على الإطالة، إحنا صار الكلام هنا عن الشركات التجارية أو شركات المقاولات والبناء. طيب هل تفترق الشركة عن المؤسسة؟ في نشوف شركة مقاولات ونشوف مؤسسة مقاولات، هل في فرق بين الاثنين أو لا؟ شكرا دكتور وأسف على الإطالة. طب ممكن بس قبل ما تفصل، شخصين شاحنة، شخصين مشتركين في الشاحنة ولا عندهم شاحنة؟ لا، شخص مفرد يمتلك شاحنة ويشتغل عليها في نقل البضائع، أيوة. يعني يروح السوق ياخذ البضائع من محلات او من افراد وينقلهم من مكان لمكان، أيوة. او اللي يشتغل على اي نوع من انواع الشاحنات والمعدات الثقيلة، طيب هل بالنسبة لو كان يمتلكها شخصيا ويشتغل عليها بنفسه هل تعتبر عمل تجاري او لا؟ اوكي، بالنسبة لشركات المقاولات بس، ايه الفرق بينها وبين ايه؟ شركة شركات المقاولات. المقاولات والمؤسسات، بين والمؤسسة. مؤسسة وشركة. طيب وهي النقطة الرابعة، لأن بكتب وراك على فكرة، بس أنت بتكلم بسرعة. معلش. طيب أنا تكلمت عن شخص يمتلك سفينة ومركب ويشتغل عليه في صيد السمك ويبيع هذا السمك اللي يصيب بنفسه. قلت مركب صيد، مركب صيد، مركب صيد، نعم لأن كلمة نعم سفينة تختلف عندنا، مركب صيد. طيب مركب صيد، نعم يمتلك شاحنة، ممتلك شاحنة شركة مقاولات مؤسسة، شركة نعم والمؤسسة. طيب نعم الرابع، الرابع هي الأسر مثل الأسر المنتجة أو بعض الحرفيين اللي الحرفية، يستخدم بعض الموارد يشكلها في تشكيلات معينة ويبيعها. الحرفية، الحرفية، أوكي. الحرفين. خلاص أي شيء ثاني؟ شكرا جزيلا دكتور، بارك الله فيك. حاضر، أرد عليك بس قبل ما ناخذ أي مكالمة ثانية. فيما يتعلق ب مراكب الصيد، في فرق بين مركب صيد شخصي اللي هو البسيط اللي كان موجود سابقا، وفي سفينة صيد اللي هي بتقوم بعمل العمليات الاستخراجية من البحار والمحيطات. ده يعني ده أمر، يعني السفن التي تتخصص في العمليات الاستخراجية، صيد الأسماك، السفن الضخمة، هذه هي اللي نقصد بها المشروعات التجارية. لكن لو واحد عنده مركب صيد، هذا الشخص الذي يعتمد على مجهوده الشخصي، حتى ولو الاستعان ببعض العمال البسطاء معه أقلية، لا يكسبه صفة التاجر، لأنه هو لا يضارب على مشروع ضخم، ولا يضارب على آلات ومعدات ضخمة، ولا يضارب على أجور ورواتب. فصاحب مركب الصيد عمله عمل مدني، لأنه يعتبر من أصحاب، يعني بالضبط زي زي أصحاب المهن الحرة، أو زي الناس الحرفيين، لا يضارب على مجهود أحد. فده فيما يتعلق بمركب الصيد. لكن لو وصل الأمر إن إحنا عندنا سفينة صيد، سفينة، هنا هو لا يمارس على هذه السفينة عمل النقل، سواء النقل البحري، إحنا هنا بتكلم عن الصيد، يعتبر من مشروعات الاستخراجية اللي هو بيستخرج الأسماك من البحار أو المحيطات. عندي شخص عنده شاحنة، نفس القصة، الشخص عنده شاحنة ملكه هو، لا يضارب على مجهود أحد، هو بيضارب على مجهوده هو الشخصي. وممكن حتى لو كانت هذه الشاحنة غالية، لكن افتقد، لو هو بيضارب على ثمن الشاحنة لكن لا يضارب على مجهود أحد، احنا عايزين الاثنين، يضارب على مجهود الآخرين ويضارب على الآلات والمعدات اللي هو عنده. فحتى لو كان اشترى الشاحنة بمبلغ كبير، إلا إن هو اللي بيشتغل عليها لوحده، فما اقدرش أقول على إنه هذا الشخص يقوم بعمل تجاري وأخضعه لالتزامات التجار وأخضعه للقانون التجاري وهكذا. إذا أنت يصبح هذا الشخص تاجر لما يكون عنده مشروع نقل بري، عنده أسطول من الشاحنات، وفي شكل مثلا شركة تجارية متخصصة في أعمال النقل
البري ممكن هنا بعتبره عمله عمل تجاري. ده بالنسبة للشاحنة. بالنسبة لشركات المقاولات، في عندنا من الشركات في نوعين، في شركات تجارية وفي شركات مدنية. الشركات المدنية، الشركات المدنية تقوم دائما بعمل مدني، زي مثلا عندي 2 أو 3 محامين عاملين مع بعض شركة للمحاماة، عملهم عمل مدني لأنهم هم بيقدموا مجهودهم الشخصي، فبالنسبة لهم حتى لو كان يهدف إلى الربح فهو عملهم عمل مدني. أصحاب المؤسسات دائما المؤسسة يملكها شخص، لكن الشركة التجارية إسلام فأكثر. والشركات زي ما قلنا أنواع متعددة، أنواع متعددة، فدائما المؤسسة بيكون شخص، لكن الشركة إسلام فأكثر. والشركات لازم تتخذ الشكل اللي نص عليه القانون، سواء كانت شركة مساهمة، شركة تضامن، شركة توصية بالأسهم، شركة توصية بسيطة، شركة مساهمة، حتى وإن كانت شركة محصنة، حتى وإن كانت شركة ذات رأس مال متغير، أو حتى شركة تعاونية. لكن فيما يتعلق والشركات لها ضوابط وأحكام، مش أي 2 حتى يتفقوا مع بعض للقيام بعمل معين كشركاء نقول عليهم إنهم هم شركة، لازم يتخذوا الشكل المنصوص عليه في القانون حتى أعتبر عملهم عمل تجاري. فقد تكون شركة تجارية، قد تكون شركة مدنية، قد تكون مؤسسة، واللي احنا بنسميها يعني في القانون عندنا كان ما يسمى شركة الأسد أو شركة الشخص الواحد، ولكن هذه يعني غير موجودة، يعني لأنه الشركات لازم 2 فأكثر، لكن الشخص الواحد كان موجود قديما بس دلوقتي مش موجودة. لكن المؤسسة اللي زي ما احنا عارفين لما يكون شخص عنده مؤسسة خاصة به وليس لديه شركاء آخرين. الحرفيين كلهم أعمالهم أعمال مدنية. الحرفي هذا الشخص زي ما قلنا بيعتمد على مجهوده الشخصي، سواء كان مثلا يعني في زي ما حضرتك ذكرت في أعمال الفخار، في السلال، في الأمور الحرفية، فهو أي نعم هو بيصنع شيء، لكن لا يضارب على مجهود الآخرين، هو ما بيشغلش حد عنده، هو بيعتمد على مجهوده الشخصي فقط حتى ولو كان بيحقق أرباح. الحرف يتحول إلى صانع إمتى؟ لما إن شاء الله يتوسع في حرفته، وبدل ما عنده مثلا ماكينة خياطة واحدة يصير عنده مصنع وعنده عشرات الماكينات وعنده عشرات العمال الذين يعملون في هذا المصنع. ده الرد على نقاطك ببساطة شديدة. دكتور، السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يعطيك العافية دكتور. بخصوص الدكتور المثال اللي طرح الزميل بخصوص الشاحنة أو مركب الصيد، الآن العمل التجاري المنفرد حتى لو قام في لمرة واحدة، الملاحة البحرية والجوية، نعم، والنقل البري هي من الأعمال المشروعات التجارية. نعم، النقل البري من المشروعات التجارية. جزاك الله خير دكتور. ممكن بس تعطينا مثال آخر بالنسبة للعمل التجاري المنفرد؟ فيكم بس النقل، كل ما يتعلق بأعمال الملاحة البحرية والجوية عمل تجاري، يعني انتبهوا بكل ما يتعلق بأعمال الملاحة والبحرية، مش بس النقل البحري أو الجوي للبضاعة والأشخاص، لا، كل ما يتعلق ببناء السفينة وتجهيزها، وكل ما يتعلق بعمل الشحن والتفريغ والحاجات اللي احنا ذاكرينها في الكتاب أو في الشرائح. السلام عليكم مرة ثانية دكتور. تفضل. يكتب معلش. سؤالين سريعين بس. أول واحد بالنسبة للكتاب المعتمد اللي المفروض نذاكر منه. السؤال الثاني، هل بتكون في محاضرة مباشرة رابعة بعد غير الثلاث المذكورين أو مجرد 3 فقط؟ وشكراً لك دكتور. حضرتك لن تنزل وقتي ولا غيرك؟ نعم، اللي قبل شوي فعلاً. طيب، بالنسبة للكتاب، طبعاً الكتاب احنا اتكلمنا عليه هو القانون التجاري السعودي للدكتور أنور مطاوع اللي هو أنا، يعني موجود الكتاب وهو اللي احنا بنشتغل منه. وطبعاً الإدارة توجيهات صريحة إنه لابد إن الطالب يتوافر معاه الكتاب ولازم يشتغل من الكتاب، وكل الموضوعات اللي في الكتاب المفروض الطالب ملزم بيها حتى ولو مش هنجيبها في الامتحان، المفروض الطالب يعلمها ويذاكرها ويطلع عليها، لأنه ليس المسألة مسألة إن أنا أسجل المقرر وأحصل على ملخص وأذكره آخر أسبوع في الامتحانات أو قبل الامتحان بيوم، أو إن أنا أدخل مثلا على الإنترنت وأحصل على الواجبات من زمايلي وأكتبها، هذه ليست عملية تعليمية. الهدف إن حضرتك لازم تبذل مجهود ولازم
يعني مش عمليه النجاح، لو هي النجاح بس وان انا هحصل على شهاده ما لهاش قيمه، يعني انا لازم اعرف المعلومات، وهعرف المعلومات من فين؟ لازم يكون معايا الكتاب المقرر، وحتى لو الدكتور خفف عليا موضوعات ده انا المفروض حتى نفسي اقرا هذه الموضوعات، لان عايز اتعلم، انا عايز علم، عايز معلومات، وهتيجي الشهاده ما تجيلكش الشهاده هتيجي. فحتى الملحوظ ان الناس اللي في الواجبات والامور دي كلها حتى في الاختبار الفصلي، يعني عشان واحد ينزل الاجابات في المنتدى والباقي كله يحل، واثنين ونص واثنين ونص، ماشي انت خدت اثنين ونص، طيب وبعدين؟ ما انت ما عرفتش حاجه، يعني انت وخدت نجحت في الماده دي والماده دي والماده دي وخلاص انت خدت مؤهل، طب وبعدين انت ايه في الاخر؟ يعني انت نجحت وخلاص وخدت شهاده، طب انت ايه؟ ايه العلم اللي انت حصلت عليه؟ ايه معلوماتك؟ لازم ننتبه للحته دي يا اخوان، المساله مش مساله شهاده، مش مساله ان انا ادخل وانجح واخد واخد درجات من على المنتدى وخلاص، مش كده مش كده يعني. فالكتاب مهم ان يكون موجود معاك، ومش بس مهم اثناء الدراسه، حتى مهم معاك مستقبلا، انت ممكن في معلومات تحتاجها مستقبلا في حياتك يكون موجوده. واحنا لغايه دلوقتي دكاتره وبنثقف وبندخل على الانترنت وبنشتري كتب في تخصصاتنا وفي تخصصات اخرى، واحنا كلنا مهما تعلمنا برضه بنحتاج الى العلم. فالمساله يعني حتميه الكتاب لازم يكون مع الطالب، وفي نفس التوقيت كل ما هو موجود في الكتاب يعني المفروض يعني تكون مع حضرتك ملزم بيه، واحنا بنخفف من عنك، يعني احنا بنخفف في المحاضرات برضه، بنخفف في الشرح، بنخفف يعني حتى الاسئله بنجيبها مش اسئله صعبه، يعني بنراعي هذه المساله. بس هدف في حد ذاته انك حضرتك يكون معاك الكتاب، مش بس في القانون وفي كل المواد الاخرى. يعني ازاي يعني تختصر او تختزل المقرر كله في عدد من الصفحات كملخص، وفي بعض الجهات متخصصه في عمل ملخصات، يعني هذا بصراحه مساله يعني المفروض نبتعد عنها. اما فيما يتعلق بمحاضرات البث المباشر، هم 3 محاضرات فقط هذا الترم، محدد لنا 3 محاضرات بس مباشر فقط وليس 4 كما هو الحال في الفصل الدراسي الماضي. تفضل لو حد عنده أي تساؤل ثاني. يا ريت برضه لو في حد عنده أي تساؤلات يبعت حتى على الإيميل، يعني أنا المجال معاكم مفتوح، أي حاجة مش واضحة بالنسبة لك، أي تساؤل مش واضح بالنسبة لك، ابعت إيميل وأنا أرد عليك، يعني ابعت إيميل. حد عنده أي تساؤلات تاني؟ دكتور الله يسلمك، جزاك الله خير. دكتور أبغى أسألك عن معيار يعني شرطي نضعه أمام المسألة بحيث إنه يكون مساعد لنا في تحديد الإجابة. يعني أنا أعرض المسألة أو السؤال اللي يجيني مثلا على معيار معين على أساس إنه أنسبوا لي القانون المناسب أو القاعدة المناسبة. جزاك الله خير. لا لا لو سمحت قبل ما تفصل، أنا ما فهمتش أنت عايز إيه بالتحديد. معذرة، يا ريت تعيد كلامك بأسلوب أقدر أستوعبه. قصدي دكتور يعني في التفكير، يعني مثلا يعني في عرض السؤال، لما مثلا يجيني سؤال معين اختبر معيار معين او اتذكر شيء معين بحيث اني استطيع اني اتاكد من اجابتي، يعني بهذا الاسلوب. يعني اي معيار مثلا؟ مثلا يعني اذا كان العمل تجاري او غير تجاري مثلا، يعني يعني عايز معايير معينه تقدر تجاوب منها، يعني مش دكتور، لكن يعني بالاضافه للفهم والحفظ، يعني شيء زي مثل التست يعني يخليني اتذكر او يخليني اتاكد من اجابتي انها صحيحه. جزاك الله خير يا دكتور، يعطيك العافيه. عايز معيار على اساسه تعرف انت جاوبت صح ولا جاوبت خطا. اصل القانون، يعني انا القانون مش بدرس لك رياضيات فبدي لك انا القانون معين وبعد كده تثبت انت جاوبت صح ولا جاوبت خطا. انا بدي لك معلومه وبنقول وسط الشرح، يعني لما اقول اعمال تجاريه اصليه او اعمال تجاريه بالتبعيه، طيب المعيار ايه هنا؟ يعني انا بقول هذا ايه الفرق بين العمل التجاري والعمل المدني؟ العمل المدني مثلا لا يهدف الا تحقيق الربح، مثلا زي الجمعيه الخيريه بتقوم بشراء منقولات للتبرع بها للناس، لا تهدف الا تحقيق الربح، هذا معيار. اي واحد يقوم بعمل خيري كل هذه اعمال مدنيه. واحد يشتري مثلا اشياء لاستعماله الشخصي، هذا معيار. لما انا اشتري قلم لمصلحتي، هل انا قمت بعمل تجاري؟ معيار، هذا عمل مدني.
لا اهدف الى تحقيق الربح. طيب واحد قام بشراء منقولات بقصد تحقيق الربح، هذا عمل تجاري، بس طيب هو عمل تجاري منفرد ولا عمل ولا مشروع تجاري؟ والله لو قام بشراء المنقولات دي مره واحده عمل تجاري منفرد، طيب لو قام بها بصوره منتظمه ومتكرره مشروع تجاري واصبحت مصدر دخله الرئيسي. ف يعني ما اقدرش احدد لك معيار واحد على اساسه تقدر تختار الاجابه الصحيحه. مثلا في الاعمال التجاريه بالتبعيه المعيار انه اللي يقوم بالعمل يكون تاجر، طيب قام بالعمل ليه؟ لاحتياجاته التجاريه. لو انت جات لك مساله في هذه الحاله وطبقت على هذه المعايير من وجهه نظرك اللي بتسميها معايير، انا بتاكد اذا كان هذه اعمال تجاريه بالتبعيه ولا اعمال تجاريه منفرده ولا ايه. فهو ليس معيار واحد ولكن مجموعه معايير حضرتك بتكتسبها من خلال فهمك للقانون. لو انت فاهم الموضوع كويس هتقدر تحل اي سؤال يجي لك قدامك، هتكون المساله بالنسبه لك سهله. ودايما انا بقول القانون يا اخوانا القانون ماده فهم، لو انت فهمت الموضوع هتقدر تحل اي شيء. واحنا مش بنجيب لك اسئله يعني من كوكب تاني، احنا بنجيب لك حاجات محيطه بك في المجتمع وبنجيب حاجات بسيطه. يعني حتى زميلكم اللي سال عده اسئله متعمقه، يعني انا صعب ان انا اجيب لك اسئله زي كده في الامتحان، يعني مش معقول انا بخليك تغوص في اعماق الواقع عشان اجيب لك حاجات من بين السطور في الحياه العمليه واحطها لك حضرتك سؤال واقول لك قول لي ده عمل مدني ولا عمل تجاري. انا لو جبت لك ابسط الامور هجيب لك حاجات مضروبه امثله في الكتاب وامثله واضحه وصريحه زي ما حضرتك شفت في الواجب الاول، يعني حاجات بالنص حتى في الكتاب عشان انت ما تتلخبطش. لكن انت احنا مش بنتعامل مع محامين، انت مش محامي دارس مواد قانونيه متعدده عشان اختبر قدرتك وتعمقك في القانون عشان اجيب لك حاجات، انا مش بتحداك يعني، احنا الامور بتبقى الامور بسيطه عن كده. اوكي؟ لو حد عنده اي تساؤلات. اوكي يا دكتور جزاك الله خير وما قصرت. يعني كفيت ووفيت، الله يعطيك العافيه. لكش الايام الجايه ان شاء الله يعني ما تقلقش خالص ان شاء الله. ابعتوا لي ايميلات، يعني ابعتوا لي واكتبوا لي ايميلات، اللي عنده اي حاجه في نفسه ابعتها لي وانا يعني كفيل ان انا اراضيه وما فيش حد يعني ما فيش حد هيتعثر معانا ابدا ان شاء الله، ما تقلقوش ان شاء الله. ان شاء الله يا دكتور احنا مدربينك بالسمستر اللي فات والله يعطيك العافيه، يعني ما مش غريب علينا، الله يعطيك العافيه. انا تحت شكرا لك. تحت امركم ما تقلقوش ابدا ابدا. تفضل لو حد عنده تساؤل ثاني. مرحبا دكتور. اهلا وسهلا تفضل. معلش بكثر عليك من الاسئله المتعمقه دكتور، بس تطلع في بالي مثل هذه الاسئله وحاب اعرف عنها بس بشكل عام، سواء كان خارج المنهج او لا. حضرتك اتصلت بي قبل برضه. ايه نعم نعم انا المتكرر معك. ولا يهمك، ده انا اسعد بيك. اهلا الله بك. يخليك دكتور ما قصر. تفضل. طيب الأعمال الزراعية تكلمنا فيها أنها ما تعامل أعمال تجارية صح؟ هذا اقتصر على بيع المحصول فقط. طيب بالنسبة للنشاط اللي تبيع الشتلات، إذا كانت مزرعة أو عمل زراعي الغرض منه بيع الشتلات الزراعية، هل هذا يعتبر عمل تجاري أو عمل؟ على الشتلات نفسها، الشتلات نفسها مش هي بتنتجها في المزرعة نفسها؟ نعم نعم هذا يعتبر عمل زراعي ضمن الأعمال الزراعية، لأنه هذا يعتبر محصول المشتى، هذا يعتبر محصول المشتى اللي هو بيبيعه. هل لكن لو في تخصص في شراء الشتلات وعد بيعها جاهزة كده، يعني في بعض الجهات بيشتري الشتلات ويبيعها مثلا القرى السياحية جاهزة، أو يبيعها مثلا في أماكن متعددة تزيين الشوارع وكده، هذا يعتبر شراء منقول. لكن لو انا اللي بنتجها عندي، لو انا عندي مشتل وانا اللي بجيب البذور وانا اضعها في القصيصه والامور دي كلها وتنمو، هذا عمل زراعي، هذا عمل زراعي، هذا من اعمال شكرا الزراعي. شكرا دكتور. شكرا بارك الله فيك. ولا يهمك تفضل. ننتبه بالنسبه لاعمال الزراعه، انا بتكلم اللي يعتبر عمل زراعي هو بيع المحصول. لكن عندنا في شركات كامله متكامله متخصصه في شراء البذور بس النباتيه وبيعها، في شركات متخصصه في الاسمده، يعني في شركات كامله متخصصه في الاسمده، في شركات متخصصه في بيع الادويه الزراعيه، في مصانع كامله متكامله متخصصه في تصنيع الصناديق والاغلفه والاكياس التي تباع فيها المنتجات الزراعيه. فمش معقول اقول ان ده كله عمل زراعي، لا،
انا العمل الزراعي بس اللي هو المحصول اللي في الاخر اللي انا ببيعه فقط، لكن ما دخل في المحصول ممكن نلاقي شركات كاملة ومصانع كاملة متخصصة في هذه الامور، فلازم ننتبه في هذه الحالة. وقت المحاضرة مع الأسف انتهى وتجاوزناه كمان ببضع دقائق، معذرة. يعني أتمنى أكون أفدتكم النهاردة، وزي ما قلت لكم لا تحمل نفسك ما لا تطيق، ما ترهقش نفسك في التفكير، لأنه مش هجيب لك أشياء من بين السطور. احنا عايزين ناخد المقرر بما يعطيك معلومة في القانون، أنا مش بغوص في الكلمات والف عليك عشان اجيب لك نقاط صعبه. ولو انت عندك شغف للمعرفه القانونيه اتصل بيا او ابعت لي ايميل او تعالي في المكتب ونقعد نحكي للصبح مع بعض في القانون. وانا عارف ان القانون من المواد اللي هي بتثير حافظه الطالب، وكل واحد فينا عنده عشرات التساؤلات عايز اسالها. انا تحت امرك، بس ما تخافش، مش كل اللي انت بتثير في دماغك ان انا هجيبه لك في الاختبارات. إن شاء الله أحقق لكم اللي أنتم تتمنوه، وما تقلقوش، بس ذاكروا وشدوا حيلكم، وأتمنى لكم التوفيق إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.